مشهد في أولى أيام عام 2018، يستقبل العرب عاما جديدا، عام ترافقه أعباء كثيرة وإرث ثقيل، خلفه عام مضى كان عاصفا بكل المقاييس، عام تعمقت فيه الانقسامات واستمر فيه الاحتراب الأهلي وواصلت فيه أنظمة تستبيح شعوبها قمعا سياسيا وظلما اجتماعيا ونهبا اقتصادي، غير أن التحديات على جسامتها والانقسامات على خطورتها تبدو قصرا على أنظمة الحكم وبعض من النخب السياسية، بينما تستمر الشعوب العربية متضامنة متعاطفة عصية على الانقسامات، لا تصفق للخلافات ولا تنزع للاحتراب، تتمسك بحقوقها وكرامتها، ثورة حينا واحتجاجا أحيانا وانحناء للعاصفة في أحيان أخرى. تقدر موازين القوة جيدا، لا تغامر تهورا، ولكنها لا تفرط في حقوقها. عام جديد يحمل بين ثناياه أحداث لا تفصح عن نفسها إلا فجاءة، فكيف ستكون أبرز ملامح العام الجديد معطوفا على عام مضى مليء بالأحداث؟ مشاهدينا، يرافقني في هذه الحلقة من المشهد كل من السيد زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية والحضارية. أرحب بك سيد زهير أهلا سالم، بكم يا كما مرحبا. أرحب بالدكتور مازن الرمضاني، أستاذ العلوم السياسية والدراسات المستقبل، مرحبا بك. كما مرحبا أرحب بك. بالسيد الطيب غيلوفي، الكاتب والإعلامي، أرحب بك سيد مرحبا. الطيب. لو بدأت معك سيد زهير سالم، يعني بالتأكيد وجود أو وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان له في بداية العام الماضي، كان له التأثيرات الواسعة على منطقتنا العربية. كيف ترى ملامح السياسة الأمريكية على المنطقة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهنئ شعوب أمتنا ونهنئكم هنا في هذا الاستديو برأس السنة الشمسية الذي يطل علينا، ونتمنى عاما سعيدا مليئا بالسلام والعدل والمحبة للجميع. في الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى العام 2017 كما تفضلت، كان الحبل السري للعام 2017 بكل ما فيه من مآسي هو وصول الرئيس ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، جلوسه خلف المكتب البيضاوي في مثل هذا الشهر من العام الماضي. والأمر لم يكن متعلقا فقط بشعوبنا وبأمتنا، ولكن يعني الثقل وقع على حساب شعوبنا وعلى حساب أمتنا، وكشر ترامب المتعهد السوق عن طريقة في التعامل يعني تخلو من كل أنواع حتى القيافة الدبلوماسية التي تعود عليها الدبلوماسيون، ورمى أمتنا بأكثر من حجر، وكثير من هذه الأحجار كانت قاتلة. آخر الأحجار قراره المتعلق بشأن القدس، هذا القرار المصيري الذي يعني اضطر أكثر من سياسي أمريكي أو رئيس أمريكي سابق أن يتجاوزه لتقديره لخطورته ولتداعياته، ومع ذلك ترامب رمى هذا الحجر على أمتنا. قبل هذا، منذ وصوله إلى السلطة، قرر أن يترك الشعب السوري وحيدا في ساحة حرب مع آلة الحرب الروسية الإيرانية الأسدية. حتى القليل من السلاح الذي كانت الدول المانحة الصديقة الإقليمية تزود الشعب السوري بها أغلق عليها الباب، وهو حتى الآن، حتى الأمس كنا نشيع قتلى التحالف الروسي، الطيران الروسي والطيران الأسدي. المشهد على كل خطوط الأمة، الأصعب فيما جرى والجرح الأكبر هو النزاع العربي الذي حصل في ما نستطيع أن نشير إليه الحصار الذي فرض على قطر. الخلافات تحت الماء تاريخية، وتكون بين الأخ وأخي، وبين ابن العم وابن عمي، هذا شيء تاريخي معروف بين البشر، ولكن أن يصل الحد إلى أن تتغير البوصلة من أن يكون العدو الصهيوني مثلا هو العدو، إلى أن يكون الجار القريب هو العدو، ابن العم هو العدو، وتكون هناك دعوات للاصطلاح مع العدو الصهيوني. أنا ملحوظة فقط،
الأخطر في المشهد لا عام 2017 ونرجو أن نخرج منه في 2018 هو أن هذه التشققات نزلت من رأس الهرم إلى القاعدة. ولا نستطيع أن نزكي الشعوب دائما ونقول بأن الشعوب العربية مدركة لكل ما يحاط بها، لا، هناك كثير من الشعوب العربية، كثير من أبناء هذه الشعوب، ومهما لو قلنا 30% أو 40% فهذا كثير، وقفوا ضد أماني الربيع العربي وفي وجه أبناء بلدهم رجاء الحفاظ على مكتسبات يكتسبها البعض. حصل هذا في مصر، حصل هذا في تونس، يحصل الآن، هذا موجود في سوريا، هذا موجود في اليمن. هذه تشققات مخيفة، نستطيع أو أستطيع أن أحللها بالعودة إلى نظام التعليم الذي شكل العقول والقلوب والذي كان يخطط له وينفذه الاستبداد العربي بكل مدارسه بدون استثناء. نعم سيد الطيب غيلوفي، يعني هذا الاستباحة إذا صح التعبير للأمة العربية، هل يلام عليه العرب أم تلام عليه السياسة الأمريكية؟ هو الحقيقة وصفك جيد دقيق. استباحة الذي يجري مثلا في سوريا، 2017 كان عام لمحاولة تصفية الثورة السورية، وتراجع الثورة في هذا العام أصبح يعني مؤلما ومخيفا، والذي يتحمل فيه المسؤولية أولا وأخيرا هي الدول العربية، لأنه المقاومة الشعب السوري أدى ما عليه وزيادة، مهجرين وقتلى ومقاومين استطاعوا الوقوف في وجه التدخل الروسي والإيراني سنوات عديدة، ولكن الدول العربية التي تشدقت ونادت أنها مع ثورة الشعب السوري وحتى وعدت بالدعم كلها وقفت تنتظر، وأصبح بعضهم قلب ظهر المجن كما يقال والتحق بالجبهة المعادية. العرب في هذا الجانب يتحملون مسؤولية كاملة فيما يجري في سوريا، هذا أولا. في القدس أيضا كما رأيت بعد وعد ترامب في ذكرى المئوية لوعد بلفور الذي تورط في هذا الوعد وفي الضغط على الفلسطينيين بالقبول، هي الأطراف العربية برغم الهبة الشعبية الكبيرة في كل أرجاء العالم الإسلامي وفي المنطقة العربية، والشعب الفلسطيني منذ ذلك اليوم، منذ ذلك الوعد، ما زال يدفع الشهداء مقاوما لهذا التوجه الأمريكي والإسرائيلي الجديد. وأمس فقط الكنيست الإسرائيلي يقرر أنه لا مجال للتفاوض حول القدس، وأكثر من ذلك وأيضا بعض المواقع في الضفة الغربية سيقع كما قيل إلحاقها بالسيادة الإسرائيلية. العرب في هذا الجانب ليس فقط صامتون أو متخاذلون، ولكنهم أكثر من ذلك متورطون فيما يسمى هذا صفقة القرن. في كل المواقع الأخرى العرب متورطون في الخلافات الذي جرى في الخليج العربي، كنا نظن تلك المنطقة موحدة، الذي جرى في الشام وفي مصر وفي المغرب العربي، ربما الخلافات بعيدة عن منطقة الخليج، فيها انسجام كبير حتى الولاء والتوجه واحد، ولكن حصل الذي حصل في منطقة الخليج العربي، والخلافات العربية وصلت في الخليج إلى مستوى كاد يتحول إلى كارثة حقيقية. وربما مرة أخرى العرب وحدهم يتحملون المسؤولية، وأصبحنا في مشهد أستطيع أن أقول أنه يذكر بمرحلة ما يسمى بملوك الطوائف. نعم. كانوا تتقاتل المماليك العربية في الأندلس، وكلهم يذهبوا إلى الإسبان يطلبوا الحماية، وتقريبا أنتم رأيتم في الخليج وفي الشام وفي غيرها من المناطق الدول العربية تستعين بالأجنبي من أجل هزيمة الأخ والجار القريب، والنتيجة ستكون ضعف الاثنين، الذي يستعين بالأجنبي ضد أخيه لن يكون في جميع الحالات رابحا حتى ولو ظن أنه ربح وانتصر على أخيه. أكبر دليل الدول المحيطة بالجوار العربي، إيران وتركيا، كانوا في السابق يتنافسون ويقولون العرب كتلة أخرى في مواجهة الكتلة الفارسية والكتلة التركية. الآن وصلنا إلى مستوى في 2017 الإيرانيون
والأتراك يتنافسون على فريسة عربية ممزقة ويبعثون بالجنود وبالقواعد، والعرب أصبحوا موضوعا للتنازع وفريسة يتقذفها أو يتجذبها الجميع. دكتور مازن رمضاني، هذه الأزمة في النظام العربي، يعني ما هي أصولها، خلفياتها؟ هل هي نتيجة نزاعات، صراعات على الحكم، أو هي خشية الأخ من أخيه، أم هي شعور بعدم الشرعية ربما من كل الأطراف، وبالتالي كل واحد يخشى الآخر ويستقوي بالأجنبي عليه؟ أخ زياد، ابتداء شكرا جزيلا على الاستضافة، كل عام وانت خير والمشاهدين الكرام. طالما نحن نتكلم عن المستقبل، بنا حاجة إلى أن نبين على الأقل للمشاهدين الكرام كيف ينبغي أن نستشرف حتى لا نقع في أخطاء تقترن، أخطاء إنسانية تقترن بالاستشراف، وهي كثيرة جدا. نحن نخطأ عندما نفكر بالمستقبل. أولا، من المفيد جدا أن نميز بين التنبؤ والاستشراف. نعم بالتأكيد، نحن هنا لا نتنبأ، أو هي تحليل بناء على تحليلات سياسية. يعني نعم، ينبغي أن لا يعني نتنبأ، لأنه لا يمكن التنبؤ، لأن نعم، المستقبل لا ينفتح على مشهد واحد حتمي، وإنما المستقبل ينفتح على العديد من المشاهد المحتملة. نعم، هذا جانب. الجانب الثاني، ونحن نتكلم عن المستقبل، المستقبل العربي، بنا حاجة أيضا أن ندرك الإطار العام حتى الكلام لا يكون عشوائيا. يعني العرب في ظل الواقع يسيرون باتجاه ثلاثة مشاهد أساسية. المشهد الأول هو ديمومة التردي الحضاري. المشهد الثاني هو بداية التغيير الحضاري. والمشهد الثالث هو ذلك المشهد الذي يجمع بين الاستمرارية والتغيير، كتعبير عن هذه القوانين التي تتحكم في الحياة، قانون التغيير وقانون الاستمرارية. التغيير لا يلغي الاستمرارية، الاستمرارية لا تلغي التغيير. أنا كمستقبلي أميل إلى المشهد الثالث، الواقع العربي، ونحن نتجه أو دخلنا في عام 2018، الواقع العربي سيقترن بهذه السنة بهذا المشهد. علما إننا عندما نتكلم عن المستقبل نتكلم عن مستقبلات تبعا للزمان. هنالك المستقبل المباشر والقريب والمتوسط والبعيد وغير المنظور. عندما نتكلم عن 2018 نتكلم عن المستقبل المباشر لمدة عام واحد. نعم. وفي دراسات المستقبلات الحديث عن المستقبل المباشر يعني الحديث عن امتداد لما كان. نعم. أي بمعنى أن عام 2018 سوف يكون امتدادا لعام 2017. ذلك لأن التغيير إن حدث، أو الأفعال التي حدثت مخرجات هذه الأفعال لا تتبلور بين ليلة وضحاها، وإنما تحتاج إلى زمان حتى تتبلور. نحن في الوطن العربي نعيش، يعني في عام 2017 عشنا حالة تطبق مشهد التردي الحضاري، ومن هنا نبعت الأزمة التي حضرتك فضلت بالإشارة إليها. من الخطأ أن نفسر الأزمة، أي أزمة، من خلال إرجاعها إلى تأثير متغير واحد، وإنما إرجاعها إلى تأثير جملة من المتغيرات. في الوطن العربي هنالك اختلالات هيكلية متعددة المستويات، اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية وعلمية و و و إلى آخره.
جميع هذه الاختلالات الهيكلية هي التي أفضت بنا إلى أن نعيش حالة التردي، التردي الحضاري. ومن هنا نفهم ما يجري داخل الوطن العربي، سواء بفعل أفعال عربية عربية أو بفعل أفعال إقليمية موجهة إلى الوطن العربي أو أفعال دولية. نحن لا نستطيع أن نعزل حركة الوطن العربي أو العرب كما العنوان يقول عن ثلاثة مستويات من التحليل. المستوى الأول هو المستوى العربي، المستوى الثاني هو المستوى الإقليمي، والمستوى الثالث هو المستوى الدولي. عندما ندرك هذه المستويات الثلاثة نصل إلى تحليل علمي منطقي بشأن المشاهد، أو نصل إلى المشهد الممكن أو المحتمل. نحن لا نتكلم إذا اسمح لي عن المشهد المرغوب فيه، لأننا لا نصنع المستقبل بأنفسنا، وإنما الطرف الآخر هو الذي يصنع المستقبل لنا لصالحه وليس لصالحنا. نعم. وهذا سبب ربما الاختلال السياسي أساسا. سيد زهير سالم، أنت تحدثت عن أنه المشكلة الأساسية ربما في التعليم، ولكن هناك اختلالات التي تحدث عنها دكتور رمضاني على عدة مستويات، ربما أهمها الاختلال السياسي. لنأخذ مثالا الأزمة الخليجية، لا يوجد عربي ربما يستفيد من هذه الأزمة، والسؤال ما زال قائما رغم أن هناك خلافات قديمة كما تفضلت، ولكن لا يوجد عربي يعني يفهم لماذا قامت هذه الأزمة. برأيك ما هي تداعيات مثل هذه الأزمة إن استمرت على الأمة؟ دعني أقول بأنه ما تفضل به الدكتور طبعا مقدمات كلها سليمة وتؤسس لطريقة تفكير حضاري واستشرافي للمستقبل. مجموعة المقدمات والمدخلات تعطينا المخرجات وتعطينا النتائج. أنا عندما أشرت إلى فشل العملية التعليمية، نحن أنا أتكلم بالإطار العام وليس بإطار صغير، كل الاختلالات نشأت أن هناك شباب يتخرجون من الجامعات العربية يحملون شهادات براقة على كل مستويات التخصص، ولكن عقول ضيقة في إدراك العام، في إدراك المعطى التاريخي العام للمسيرة الحضارية. أعجبتني كلمة الدكتور، دعني أقول، عندما قال المرحلة الوسيطة، الاستمرار والتغير. هذه الكلمة، نأخذ مصر، حالة مصر الآن. طيب جميل، وسأتجاوز موضوع الانقلاب على شرعية في مصر. الآن حكم السيسي في مصر، هل استفاد من كل التجربة السابقة ما قبل ثورة يناير؟ مبارك الآن كل الناس يوازنون، السجن في عهد حسني مبارك أحسن منه من السجن في عهد السيسي. الاقتصاد الرغيف، جرة الغاز، الحياة العامة، الإعلام، الموقف الإقليمي والعربي، كل شيء في مصر أحسن منه في عهد السيسي. إذن أين هو التغيير؟ تغيير قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. نحن الآن نعيش في مراحل التغيير السلبي، هذا الذي يؤلم الشعوب. الشعوب التي أيضا لم تستطع أن تأخذ، عندما حاولت الشعوب العربية في مصر، في تونس، في سوريا، في العراق، أن تأخذ دورها للتغيير الإيجابي، عوقبت هذا العقاب الشديد المنكر في مصر، ما حصل في سوريا، ما حصل في العراق على الشعب العراقي. هذا كله عقوبة لأن الشعوب تأخذ. ما حصل في الجزيرة العربية هو التغيير نحو السلب، ونحن لا نريد الآن أن نتوزع هنا وهناك. تغيير سلبي. كلنا كنا عندما ننظر إلى مجلس التعاون الخليجي يعجبنا أن نقول هذه مؤسسة التضامن العربية الوحيدة التي صمدت، إحنا أبناء جيل حضننا الاتحادات، الوحدة السورية المصرية والاتحاد العربي الثلاثي والاتحاد العربي الرباعي، وحضرنا وعشنا فشل كل هذه الوحدات. كنا ننظر بشيء من التوقير أنه والله مجلس التعاون الخليجي تأسس، وكنا ندرك أن تحت المشهد هناك خلافات وهناك، هذا شيء طبيعي في عالم السياسي لا ينقطع. ولكن ما الذي، وسؤالك دقيق، من الذي فجر؟ نعود إلى نقطة البداية، بدأنا بترامب وقلت لك أنا هو الحبل السري. إعلان حصار قطر جاء بعد زيارة ترامب المباشرة
للعربية السعودية لم يخرج، يمكن 48 ساعة أو ثلاثة أيام وانفجرت الأزمة. إذن أمام سياسة خارجية عليا أحيانا توحي إيحاء ولا تملي إملاء، وهناك أناس يسارعون في تلبية هذه الرغبات. الآن التفجر في المشهد في الخليج العربي، الله، نحن بنحو من الأنحاء أبناء العراق وسوريا ومصر، وكلنا أحيانا نلمز ويقولوا أنه أنتوا رجعوا لوين؟ رجعوا على الجزيرة العربية. يعني نحن بشكل من الأشكال انتمائنا عربي، عندما نشعر أنه في بيتنا الأساسي في بنيتنا الأساسية هناك مشكلة بهذا الحجم، تصبح المشكلة بالنسبة إلينا تتعلق بالذاتية والهوياتية. لذلك نحن الآن أمام مشهد يجب أن تبادر الشعوب. أنا أؤمن بالاستمرار والتغيير، وعجبني العنوان الذي لخص به الدكتور المشهد، لأنه هذه طبيعة الأشياء، ولكن الاستمرار والتغيير، التغيير نحو الأحسن وليس التغيير السلبي. ما حصل، طيب بشار الأسد حكم سوريا قبل أن تقوم هذه الثورة تقريبا 10 سنوات وطرح هذا الشعار الإصلاح، الاستمرار والتجديد والتغيير. طيب ولكن كان السوريون، نحن مخرجين من سوريا من 40 سنة، يرون أن الوضع في البلد يتدهور إلى الأسفل وإلى أسفل، حتى الناس لم تعد تطق بعضها، حتى عناصر أساسية في بنية النظام خرجت عليه. إذن تحاول الشعوب أن تغير الآن، الطريق في وجه الشعوب مسدود. أقول حالة الاحتقان هذه ستولد أشكال كثيرة من الانفجار التي لا نحبها ولا نريدها ولا ندعو إليها، ولكنها أمر واقع لا بد منه. سيد طيب غيلوفي، أي دور للشعوب التي سعت وحاولت منذ عام 2010 في هذه الثورات، ولكن يبدو أنه الإرادة الدولية في محاربتها وفي جلب أنظمة ربما أكثر شراسة وأكثر يعني تبعية للغرب لفرض هذه الإرادة على الشعوب، ربما لحد اللحظة لم تنجح هذه الشعوب، ولكن هل ما زال هناك دور لهذه الشعوب في التغيير على الأقل مثلا في الأزمة الخليجية؟ شوف، هو السياق التاريخي يبين أنه الذي جرى فيما يسمى بالربيع العربي، هذه الثورات اللي حصلت في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن، وتقريبا مثل يعني حبيت أو الدمينو، يعني هذا الدمينو أفكت اللي يأتي مع بعض يعني، وهذا الدليل أحد أدلة أن هذه أمة واحدة تقريبا في ظرف تقريبا 2 أو 3 شهور سقطت تقريبا 3 أنظمة. ولكن هذه الحملة التي قبلت طبعا بما يسمى بالثورة المضادة، أنا أعتقد أن السياق التاريخي الآن أصبح سياق تغيير. أكبر دليل أنه لما جاءت هذه موجة الثورة المضادة في تونس وفي المغرب وفي ليبيا وفي مصر، الناس قالت يا أخي إحنا لا نريد هذا التغيير، شوفوا التكاليف المدفوعة في سوريا، شوفوا تكاليف في اليمن الآن، شوفوا تكاليف الانقلاب العسكري في مصر، طيب ماذا نريد نحن من هذا التغيير الذي يأتي بهذه الكوارث؟ هو الحقيقة السياق التاريخي دائماً إذا بدأ لا ينتهي حتى يستقر على سوقه على حاله. السياق التاريخي هو سياق التغيير. النظام العربي الذي بدأ بسقوط زين العابدين بن علي غير قادر على العودة، انتهى. أكبر دليل الآن بشار الأسد في مرحلة تصفية الثورة، هذا السيد في مصر أنت رأيت كم أسالي من الدماء حتى يستقر حكمه، وما زال يعاني تقريبا. أيضا في كل الدول كلها لا تجد هناك حالة استقرار واحدة، لأن ثم محاولة للعودة للوراء، وهذه العودة ستفشل لأن السياق التاريخي لم يعد يحتمل تلك الأنظمة. تعرف في تونس سميت الثورة ثورة الفيسبوك. سابقا كانت الأنظمة تتحكم في الإعلام، كانت أحد أدوات السيطرة في منطقتنا في كل المنطقة العربية. الإعلام لم يعد ملك الدولة، انتهى. ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب، وتجد حادث صغير في أي مكان ينتشر فجأة وبسرعة. أيضا العولمة أفقدت السلطة المركزية المحلية كثير من الأدوات، أصبحت هذه الأنظمة هؤلاء الحكام مثل الديناصورات. الديناصور تاريخيا هو كائن عملاق، المفروض يتندثر النملة مثلا لا يندثر الديناصور، ولكن تغير المحيط حوله لم يعد قابل للوجود. هذه الأنظمة المستبدة، انظر حالة العنف التي تمارس الآن،
في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي غيرها وغير قادرين. لأنه أنا أعتقد ثمانيس يرون شوف الشعوب فشلت، أنا أرى أن الأنظمة فشلت وفشل الثورة المضادة وهي ما زالت في بدايتها. الشعوب الكلمة الأخيرة ستكون لها، والسياق التاريخي في منطقتنا سياق تغيير. مهما استعملت من قوة في سوريا، جاء الروس والإيرانيين إحدى الدول الكبرى والتورط الأمريكي معهم وما زالوا يحاولون السيطرة. في اليمن انظر الذي جرى، في مصر انقلاب عسكري لم يستعمل في مصر من العنف كما استعمل نظام السيسي، وهو إلى الآن ما زال لم يستقر بعد. في ليبيا أيضا الثورات المضادة تظن أنها أسقطت التحو وأنها أعادت العجلة إلى الوراء. الحقيقة الشعوب بيّنت أنها غير قابلة بهذه العودة، وأنا أعتقد أنه 2018 سيكون تأكيد آخر على أن الثورة المضادة مهما استعملت من قوة ستفشل. والتغير التاريخي الكبير، هذه ليست احتجاجات، هذا سياق تاريخي، تغير كبير، العرب لن يعودوا للوراء. التكلفة، تقول لي صحيح كيف يمكن أن نخفض من تكلفة التغيير والانطلاق الحضاري؟ أقول لك نعم، أما العودة للوراء هذه مستحيل. دكتور الرمضاني، يعني السياق التاريخي ربما صحيح، ولكن أيضا المعطيات التي تحدثت عنها المحلية والإقليمية والدولية، هل ترى في عام 2018 ربما ستجبر السياق التاريخي، سيجبر هذه المعطيات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية على السماح أو إمرار هذا التغيير؟ شوف عزيزي، مع احترامي لما تفضل بزميلي الفاضل، وأنا أتفق وياه جزئيا وأختلف وياه جزئيا، السياق التاريخي ممكن أن يفسر لنا بعض جوانب المستقبل، ولكن لا يستطيع أن يفسر لنا كافة جوانب المستقبل، لأن السياق التاريخي قد ينقطع جراء حدث يفضي إلى تغيير جذري. ونحن نتكلم عن مستقبل الوطن العربي في 2018، ينبغي أن لا نقع في التفاؤل المطلق ولا في التشاؤم المطلق، خطأ حقيقة. نحن أمة وسط، وحتى علميا نحن أمة وسط، وينبغي دائما وأبدا أن نكون وسط. المعطيات التي يعيشها الوطن العربي منذ زمان غير قابلة للتغيير بين لحظة، بين ليلة وضحاها، لأنها مغروسة في الأعماق. الإشكالية الهيكلية العربية عميقة جدا، بحيث من الصعب إيجاد الحل لها خلال زمان سنة واحدة. لكن بالمقابل هنالك معطيات تشير إلى التغيير، معطيات كمية وكيفية غير قابلة للارتداد. هنالك موجة كبيرة تسكن المدن، متعلمة، عاملة، حضارية، تدرك تأثيرها وقدرتها على إيقاع التأثير في عملية صنع القرار العربي سواء في هذه الدولة أو تلك. هذه الكتلة السكانية التي تسكن العواصم خصوصا هي أداة التغيير. يعني أنت الآن أسلوب الحياة الذي بدأنا نعتاد عليه غير قابل للارتداد. نحن في الربع الثاني من القرن 21، لا نستطيع أن نكون بمعزل عن عملية التغيير الحضاري التي تجري في العالم. نحن جزء من هذه العملية، وأيضا نحن جزء من عملية أخرى غير التغيير الحضاري العالمي، هو عملية اللايقين. نحن نعيش عملية اللايقين على المستوى العالمي، لا ندري كيف سيكون المستقبل، ولا ندري أي من المتغيرات سوف تفضي أو تساعد على التغيير. وأرجع وأؤكد على ثلاثية مستويات التحليل، لا نستطيع أن نحلل انطلاقا فقط من الواقع العربي، ولا فقط الواقع الإقليمي، ولا فقط الواقع الدولي، وإنما هذه المستويات في آن واحد. لذا أنا لازلت أؤكد
إننا في الوطن العربي نعيش حالة التردي، ولكن في نفس الوقت نعيش بداية التغيير الحضاري. نأمل ذلك. على كل حال اسمحوا لنا ضيوفنا الكرام بفاصل قصير مشاهدينا، ثم نواصل وإياكم، تابعونا. تتابعون في برنامج مراجعات لهذا الأسبوع الحلقة الثامنة. فلسفة النظام في كل وقت حتى الآن هو إن المسجونين دول رهائن تحسبا للمساومة بيهم على موقف معين. طبعا الموضوع دلوقتي أكبر من كده بكتير، لكن في هذا الوقت فطبعا تم الإعداد للانتخابات وظهر بعد كده كيف كانت هزلية. إحنا كنا في هذا الوقت بنتابع من داخل السجن، بس كنا عارفين إنه إحنا بقى كنا أحد الأوراق اللي بيساوم بيها النظام، بيساوم بيها قيادات الإخوان لعدم اتخاذ، كي يعني لا يتخذوا موقفا سلبيا في انتخابات الرئاسة مثلا يعني عدم تأييد مبارك أو بمقاطعة الانتخابات. مع وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق الدكتور عمر دراج، مراجعة يأتيكم في الأوقات التالية. المغرب العربي الكبير و2017، تطورات متسارعة ومحطات متقاطعة، توافقات واختلافات بين مقاربة الحكومات وحركة الشعوب، يصنع الواقع والمستقبل. 2017 سنة رفعت أقلامها والأحداث لم تجف بعد. المغرب العربي الكبير و2017 موضوع الحلقة القادمة من محطات مغاربية، يأتيكم الاثنين الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في برنامج المشهد، وأرحب بضيفي عبر الهاتف السيد محجوب الزويري، أستاذ تاريخ شرق الأوسط الحديث والباحث في الشؤون الإيرانية. أرحب بك دكتور الزويري. يعني الحقيقة يعني نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 تميزت ربما ببدايات أو بوادر انتفاضة في إيران. يعني إيران التي مارست عبر سنوات الطوال الماضية محاولات حثيثة ومكثفة للسيطرة على الدول العربية للتوسع عبر شعار تصدير الثورة والمبني على خلفيات تاريخية كثيرة. اليوم هذه المظاهرات التي تجري في إيران وهذه بوادر الانتفاضة في إيران، برأيك كيف سيكون انعكاسها على منطقتنا العربية؟ في الحقيقة ما يحدث في إيران الآن مرتبط بشكل كبير بالداخل الإيراني. دكتور زويري أنا لا أسمعك. لا ما تسمعني؟ الآن؟ ألو؟ ألو؟ نعم تفضل تفضل أسمعك الآن. أقول أن ما يحدث في إيران الآن هو مرتبط بشكل أساسي
بالداخل الإيراني وبالفشل الذريع الذي منيت به حكومات متعاقبة في حل إشكالية التحدي الاقتصادي. لا شك بأنه السياسة الخارجية غير بعيدة عن هذا. السياسة الخارجية الإيرانية في السنوات الماضية اعتمدت أيضا على تدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وهذا أيضا اقتصاديا كان مكلفا. ودعني فقط أشير إلى ما حصل في سوريا. سوريا كانت مصدر دخل لإيران، لكنها منذ العام 2013 أصبحت مصدر استنزاف مال لإيران، وبالتالي هذا واضح تماما أنه أضر بالموازنة الإيرانية، أضر بمصادر الدخل. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار انخفاض أسعار النفط، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار العيوب البنيوية في الاقتصاد الإيراني وغياب التشريعات والفساد وحالة الاحتكار للقطاعات معينة إلى غير ذلك، كل هذه الأمور برمتها أدت إلى حالة من الغضب الشعبي لاحظناها في المدن الأخيرة، إضافة إلى حالة من سوء توقعات أو عدم تحقق التوقعات فيما يتعلق بالملف بالاتفاق النووي وإمكانية أن يدر كثير من العوائد المالية. هذه كلها مرتبطة بالداخل الإيراني وغير بعيدة عن السياسة الخارجية. الآن هذه الأحداث برمتها تبدو شعارات اقتصادية، لكنها بالتأكيد أيضا تتوجه ضد بدأت بالحكومة ثم امتدت للنظام السياسي. بدأت بالحكومة بالانتقاد سياسات الحكومة ثم امتدت إلى مؤسسات النظام بما في ذلك المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وهذا الأمر في حد ذاته سيكون مزعج جدا للسلطات في إيران وسيكون مثير للقلق. ما نراه على الأقل في الساعات القليلة الماضية هو نوع من الانحسار لبعض هذه التحركات في بعض المدن أو الاحتجاجات أو الانتفاضة، لكنها في نفس الوقت أخذت تأخذ منحا آخر بتكرارها في مدن أخرى وبساعات مختلفة، قد يكون بعضها ليلا أو أول الليل أو مبكرا، وبالتالي هناك نوع من التغيير في الاستراتيجية أيضا حتى في منطق الاحتجاج. طيب، وهل ترى فيها تأثير ربما على هذا التوسع؟ يعني إيران يوما ما تحدثت أو تفاخرت بأنها باتت تسيطر على 4 عواصم عربية، هل تعتقد أن إيران ستضطر بعد هذه المظاهرات سواء نجحت أو تطورت أو استطاعت قمعها، هل تعتقد أنها ستنكفئ ولو قليلا إلى الداخل؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار جواب الحكومة الإيرانية عن الاحتجاجات خلال الساعات الأربع الماضية، حيث أعلنت اجتمع رئيس الجمهورية مع برلمانيين وقرر الوقف أو الحيلولة دون ارتفاع الأسعار المحروقات ومراجعة الضرائب، إذا ما اعتبرنا ذلك انكفاء وتردد إيراني أو عدم مضي، فإن هذا يمكن تطبيقه على السياسة الخارجية. يعني يمكن أن نرى مثل هذا الانكفاء، لكن قد لا نراه الآن أو خلال فترة قريبة، لكن بالتأكيد العوامل الاقتصادية ومدى تأثيرها على استقرار النظام داخليا ستكون عامل محرك لاتخاذ قرارات في السياسة الخارجية ولتبني سياسة خارجية ربما أقل تدخلا أو أكثر أو أقل تدخلا من حيث التأثير في شؤون الدول الأخرى، لكن لا أرى ذلك يحدث الآن أو خلال على المدى المنظور، لأنه عادة حتى استجابة الحكومة اليوم لمطالبات المتظاهرين أنا أعتقد بأنها تكتيكية وليست استراتيجية، هي تكتيك لامتصاص رغبة الناس، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك هذا سؤال مهم وسيبنى عليه مدى مصداقية النظام في محاربة الفساد ومحاولة بناء اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد مبني على احتكار فئات معينة من الشعب وانهيار كامل للطبقة المتوسطة في المجتمع. أشكرك جزيلا الدكتور محجوب الزويري أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث والباحث الشؤون الإيرانية، كنت معي عبر الهاتف. سيد زهير سالم، يعني الدكتور محجوب الزويري تحدث أو ذكر سوريا هذا الجرح الغائر في جسد الأمة والذي ربما لولا التدخل الإيراني بداية قبله حزب الله ثم إيران ثم روسيا لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. اليوم هذه المظاهرات التي تجري في إيران برأيك إلى أي مدى سيكون لها انعكاس إيجابي على مسار الثورة في سوريا وستخفف ربما الضغط على الشعب السوري؟
يعني دعني لتقويم ما يحصل في إيران، وهذا يعني للمشاهدين بشكل عام، أن نفكك كلمة إيران، هذه الكلمة الجامعة. مكونات الشعب الإيراني ما هي؟ أو الشعوب، هم دعوا إلى مؤتمر الشعوب السورية، دعونا نتحدث الآن عن الشعوب الإيرانية. خمس قوميات كبرى في إيران، يعني أنا أتكلم عن الكبرى، ما أريد أن أدخل. عندك فرس، عندك كرد، عندك أذريين، عندك عرب، عندك بلوش. هذه خمس مكونات الكبرى وتتفرع، تتفرع. هذا على المستوى القومي العرقي. تذهب على المستوى الديني، تذهب على المستوى المذهبي. إيران الآن، أنا أقول استراتيجيا والناس تتغنى بانتصار، دعني أقول البور القوة في سوريا ولا في العراق ما فعلته إيران، دعني أقول إيران المشروع فوتت على نفسها فرص ذهبية، فيما لو حملت مش على العدل الحقيقي. عندما وقعت الكارثة في العراق قالت للعراقيين أنا أخ كبير صادق صديق. وقعت المشكلة في سوريا فعلت نفس الشيء. الآن إيران كمن يسمم الماء الذي يسبح فيه أو الهواء الذي يتنفسه، فعلت هذا وانتهت بالنسبة للمستوى الإقليمي وللمستوى الخليجي. الآن على المستوى الداخلي، تدخلها في العراق وسوريا وفي اليمن وإنفاقها المليارات، المليارات ولا نقول الملايين، أشعر الشعوب الإيرانية أنها هي المظلومة وهي المضطهدة، ووقفت إيران تقابل الحقيقة. سواء نجحت هذه الاحتجاجات أو استطاعوا أن يخمدوها كما خمدوا التي قبلها، لكن هذه ستظل تتفاعل تحت الرماد بأن الوضع في إيران ليس مستقر، وأن هذه الحكومة بين قوسين حكومة الملالي التي سيطرت على إيران ليست هي الحكومة المهيئة للتفاعل مع مستقبل منطقة بشكل عام. سوريا الآن نحن نعيش في العام 2017، في آخر 10 أيام من 2017 سقطت حلب، ونحن الآن نعيش داعيات سقوط حلب. في الشهر الأول من 2017 كان أستانا رقم 1، نحن الآن نعيش أستانا رقم 8. الروسي المنتصر هو الذي الآن يكتب الحاضر السوري والمستقبل السوري. دعني أقول للسادة المشاهدين هذه العبارة: بشار الأسد الذي رفض وبإصرار وحتى الساعة أي شراكة ندية مع الشعب السوري، في البداية خرج متظاهرون سلميون لمدة يريدون إصلاحات، يعني يمكن كان المتظاهرون هؤلاء يقبلون شراكة يعني بمستوى أقل من 50-50 كما يقولون، يعني يمكن، لكن بشار الأسد رفض، دخل في شراكات مع حزب الله، شراكة فوقية، أن يأتي حزب من خارج إطار الدولة لينصر رئيس الدولة، ثم مع إيران والميليشيات الإيرانية، ثم الآن شراكة فوقية إملائية من قبل الروس. هذا الشخص الآن، كنا نتكلم عن سياق تاريخي، وأنا كذلك يعني استوقفتني كلمة السياق التاريخي، عندما تكون الحالات معومة نعم هناك سياقات تاريخية، ولكن السياق التاريخي تحت الإكراه والإجبار ودخول الأمريكي ودخول الروسي، أين سيبقى قوة السياق الذاتي أو القوة الذاتية لشعب أعزل خرج ثيران؟ لا أتكلم فقط عن سوريا، أتكلم عن كل المنطقة. الذي أجهض ربيع سوريا هو الذي أجهض ربيع مصر، هو الذي أجهض ما حصل في اليمن. نحن أمام قوة هيمنة ونفوذ عظمى تحاول أن تستديم سياسات القهر وتعدم إرادة التغيير الإيجابي. وأريد أن أضيف كلمة واحدة، أنا لا أقول بأن هذه الثورات تمتلك الحلم المستقبلي كاملا، هذه الثورات هي بدايات لحلم مستقبلي يوضع على سكة صحيحة يمكن أن يتطور لولبيا، نعم، ليصل إلى النقطة المنشودة. وربما سيد الطيب غيلوفي، ربما من أكثر من يلام في محاولات أو في مساعي إجهاض هذه الثورات العربية هي بعض الأنظمة العربية. هناك الحقيقة أمور تحدث وحدثت في عام 2017 ربما خارج السياق التاريخي أو خارج المنطق أو العقلانية أن تكون دولة صغيرة خليجية مثل الإمارات أن تقود هذا يعني هذه الثورة المضادة على الأمة بشكل عام من داخل هذه الأمة.
يعني المستغرب كان واللافت في نهايات عام 2016 و17 هي الأزمة التي حدثت مع تونس وبمنع النساء التونسيات، وهذا أيضا من اللامعقول ومن غير المفهوم. كيف تقرأ سياقات هذه الأزمة ونهاياتها في سياق أيضا الأزمات التي تعيشها المنطقة المغرب العربي؟ هو شوف الحقيقة الأنظمة هذه التي تقود الثورة المضادة مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية، الذي يجعلها تقود هذه الثورات هو الخوف من العدوى. أنا يعني من تقريبا أيام قليلة كتب توماس فيلدمان هذاك الصحفي الذي التقى الملك عبد الله في مبادرته قديما وذهب إلى الرياض والتقى بمحمد بن سلمان، يقول الذي يجري في المملكة العربية السعودية، طبعا مفهوم سياق الذي يتكلم فيه، يقول هو ربيع عربي وصل إلى الرياض ولكن بطريقة سعودية. هذه الاعتقالات هذه التي حصلت وتغيير كل محاولة تغيير كل النظام، يعني النظام القائم عليه المملكة العربية السعودية يتحول من عائلة إلى فردي، الجانب الديني فيه يصبح يعني يقع التخلص منه شيئا فشيئا. شوف كل محاولات الآن التي تجري من أجل الهروب من استحقاقات الربيع العربي في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية هم لا يزيدون غير أن يقربوها إليهم شيئا فشيئا. وأعطيك مثال تجربتهم مع تونس، يعني المملكة دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت حركة نداء تونس دعم كامل، أعطت الرئيس التونسي سيارتين مصفحتين أيام حملته الانتخابية، دعمت وسائل الإعلام التي ترذل الحكم الترويكا والرئيس المرزوقي وحركة النهضة. طيب الرئيس لما انتصر كان المفروض يشكل تحالف سياسي في البرلمان يقصي النهضة، هو اختار طبعا بوساطة أوروبية، أوروبا لا تريد الذي جرى في مصر أن يجري على حدودها في تونس، ولذلك قالت لهم، جمعت نداء تونس والنهضة وقالت لهم هل تريدون أن يصير الذي صار في مصر عندكم؟ إذا تفاهموا وأنتم قادرون تشكلوا حكومة مستقرة وطبعا ديمقراطية. الذي جرى بعدها أنه دائما كما تعرف أن الحرية عندها شروط واستحقاقات، يعني التونسي طيب الآن نداء تونس رجع يحكم وهو دائما يقول أنه مع الدولة التونسية ومع التجربة البرغيبية وبرغيبة زعيم، ولكن أيضا لم يستطع أن يقضي على الأصوات المعارضة. ووجدنا فجأة الشارع التونسي، الفيسبوك، مواقع التواصل كلها ولا تمثل حالة من الضغط. ولما جاء الإماراتيون وقالوا لما رأوا أنه الدولة التونسية يزورها أردوغان، أيضا علاقاتها مع قطر جيدة، لا تقف مع خليفة حفتر مباشرة في ليبيا، رأوا أن الحكومة التونسية لا تسير في التوجه الإماراتي، أخذوا أحد القرارات المتسرعة الغبية إذا سمحت لي بالكلمة، أنهم منعوا التونسيات من النزول من ركوب الطائرات الإماراتية والنزول في دبي. فالضغط الشعبي التونسي من وسائل الإعلام من الشارع التونسي، اضطر الحكومة بعد أن سكتت قليلا اضطر أن تأخذ قرارا بمنع الطيران الإماراتي من النزول في تونس بردة فعل قوية طبعا مع تحرك للإعلام وكذا. فأصبحت الإمارات في ورطة، كانت تنتظر الذي جرى قراراتها مثل الذي يجري عند مصر أو غيرها من الدول، تقبل بكل القرارات الإماراتية. تونس ردت الفعل، وبعدها بأيام جاء أردوغان إلى تونس، ويبدو أنه الأيام القادمة سيأتي الأمير تميم إلى تونس مرة أخرى. بعض الفكاهين التونسيين قالوا الآن السفير الإماراتي لو أراد أن ينتقل إلى دولته يجب أن يأخذ الطائرة التركية أو القطرية، مما جعل الناس تحدثت العرب كلهم عن أن تونس تؤدب الإمارات. هذا هو الغباء، هذا الغباء المستحكم. تظن أنه ممكن أنت بالشيك أن تملي القرارات السياسية، ولذلك يعادون الحرية، لأن الحرية فاضحة كاشفة لهم، وكل نظام سياسي فيه حجم قليل من الحرية سيكون معارضا لهم، ولذلك يسعون جاهدون أن يضيقوا من مساحات الحرية. وهم سعداء جدا لما يرون النظام السياسي في مصر يمسك القبضة الحديدية، تلك هي فقط
الوسيلة الوحيدة التي تجعلهم في مأمن عن ردة الفعل الشارع العربي وفي مأمن عما يحيكون من مؤامرات. نعم دكتور مازن رمضاني، للأسف الوقت أدركنا. في العراق لابد من ذكر العراق، طبعا كشهد عام 2017 القضاء أو شبه القضاء على تنظيم الدولة في العراق وفي سوريا. العبادي منذ يومين أعلن بأنه عام 2017 كان عام النصر على تنظيم الدولة. الآن هناك ما يقال عن حملة ضد الفساد في العراق، وقيل كثيرا عن مصالحة وطنية شاملة في العراق. إلى أي مدى ربما سنشهد في عام 2018 بعد أن انتهت مشكلة تنظيم الدولة فرصة لتسوية تاريخية في العراق؟ أنا لا أميل إلى هذا التفاؤل حقيقة، لأسباب عدة منها ضيق الوقت، وذكرت قبل قليل يعني المخرجات تحتاج إلى زمان حتى تتبلور. ثانيا الانشقاق الداخلي العراقي أضحى عميقا، بحيث من الصعب حقيقة، صعب جدا إيجاد تحقيق الوئام المجتمعي. في بلدي مع الأسف العراق الطائفية أعلى من الوطنية، ولأنها أعلى من الوطنية ستحول دون تحقيق الوفاق المجتمعي ومن ثم الاتفاق على سياسة عليا تخدم مصالح المصالح العليا للمجتمع العراقي، وتخدم أيضا المصالح المشتركة مع العرب. نحن عرب بالنهاية، نحن عرب، ولأننا عرب هنالك مصالح مشتركة تجمعنا. إذا ما اجتمعنا نستطيع أن نحقق التغيير المنشود الذي يخدم ليس فقط المصالح الوطنية وإنما المصالح القومية المشتركة. أنا أتمنى أن بلدي يستطيع أن يحقق السلام الداخلي ومن ثم السلام مع الدول العربية، وأقصد السلام العربي أي تحقيق علاقات متوازنة. السياسة الخارجية العراقية هي انعكاس للسياسة الداخلية العراقية مثلما هو الحال في كل دولة، السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية. ولكن لنتمنى، أنا أراهن بعض الشيء على المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تحدث في العراق وتعدل من السياسة الداخلية أو الخارجية للعراق. للأسف انتهى الوقت، ولكن سنأخذ 10 ثواني في استشراف للمستقبل. سيد زهير سالم، نحن لا نرجم بالغيب بالتأكيد، ولكن استشراف للمستقبل بجملة لو سمحت. أرجو أن يكون 2018 أقل سوءا من 2017. سيد الطيب غيلوفي، أنا أعتقد أنه الأمة العربية التي بدأت وانتفضت، الذي يجري الآن هي محاولة للعودة للوراء، لن تفلح، والأمة العربية ستستمر في محاولة التغيير وستنجح أخيرا ولو بعد حين. 2018 سوف تجمع بين الاستمرارية والتغيير. أشكرك جزيلا دكتور مازن رمضاني، أستاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبل، على حضورك معنا. كما أشكر السيد الطيب غيلوفي الكاتب والإعلامي، كما أشكر السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية والحضارية، على حضورك معنا. شكرا لكم، حياكم الله. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير.